سلامات شباب، اليوم رجعنا مقطع إلدر رينج جديد، وللأسف بعرف الإشي بزعلكو كثير بس فيش فيسكي. في آخر مقطع قدرنا أخيرا أن نغلب عدد كبير من البوسز ودخلنا في العاصمة ورجعنا للقصة الرئيسية. طبعا شفت في التعليقات أنكم خايفين أني أخلص القصة مباشرة، لا أنا بدي أكمل في القصة الرئيسية هسا شوي، بس بعدها رح أرجع وروح أواجه كل البوسز. أنا خطتي أني أواجه كل البوسز في اللعبة. سويت عدة أشياء بسيطة من وراء الكاميرا. أول إشي جبت أشياء للميم كتير آش وطورتها لليفل 6، في يعني أتوقع أنها صارت خرافية هسا. وكمان جبت سيكريت تيرز، فهسا الفلاسكس عندي صاروا زائد 8 بدل زائد 2 من آخر مرة. وهذا كله بس كان من استكشاف المنطقة تحت هاي اللي ما استكشفتها من قبل. بس هسا خلونا نرجع فوق لحد العاصمة كمان مرة ونبلش في طريقنا. أصيح بالمناسبة وأنا ماشي وبدور شفت إشي غريب. بتعرفوا هذيك العين الموجودة في Lord of the Rings؟ شكله في إشي زيها في لعبة Elder Ring لأني شفتها وبتسبب إشي زي مادنس وبصر شو. المهم كانت إشي مزعج. أتوقع هي بتأثر على واحدة من النهايات أو هيك إشي، لأنه في تقريبا 6 نهايات في اللعبة. أوكي لحد هسا فيش إشي بخوف. العاصمة، ها وصلنا، هدفنا واضح، هاي الباب اللي بدخل جوا الشجرة. أو شيت صح، أنا خلاص وصلتك محل ما بدك، نسيت الموضوع أنا برو. خلاص راحت؟ أو شيت. بالمناسبة صرت ليفل 69 فخلاص ما رح أزيد ليفلي بالمرة بعد هالحكي لأنه نايس. أو شيت، هذا تنين ضخم؟ وهذا رمح ضخم؟ واتهل هذول السنومن؟ مش عاجبني هذا الاشي. بالمناسبة بعرف انه هان بحضر فيديوهات لناس بيسووا شورت كاتس في اللعبة، بعرف انه هان في شورت كات اشي افرجيكو اياها. بتعرفوا راح افرجيكو اياها. تيجي هانا تسوي هيك. اوكي هاي مش الشورت كات. اول اشي صحيح هانا في باب ما شفته. اوكي اكيد راح يكون مسكر. خلينا نجرب كمان مرة. بتيجي هان بتسوي هيك، ويفترض اوكي يفترض انك تجي هذيك الحافة. راح اجيبها، استنوا شوي. اوكي تمام. اوه لا اوكي انا استسلمت. صحيح انا الوحيد اللي شفت انه في واحد غلب اللعبة في اقل من 9 دقائق. طبعا استعمل جلتشات واشياء، بس انتم متخيلين في اقل من 9 دقائق تغلب اللعبة؟ برو انا قعدت 9 دقائق اسوي شخصيتي، مش عارف كيف اتجنبتها صراحة. او جيز لويز، انا التجنب عندي حاليا نار. طبعا في مرة غلبت واحد زيك. اوكي بس ما كانش يضرب هيك. اوكي راح اجربها كمان مرة هيك وبعدها هيك. اوكي زبطت. انا وين صراحة ما بعرف، بس لقيت بونفير بكون مبسوط. او في درج. اوكي ما كنتش شايف الدرج. اوكي ممكن تطلع على الدرج برو. في زي تشيست تحت، ما شفت التشيست. جاد دامت، لحظة هيك فتحت انا الشورت كت. او في جريس هان. اوكي من الله اني شفتها. انا وين مش عارف. او هي تنين، صرت واصل. انا متت هانا. دام والله كنت قريب كثير يا جماعة. مرحبا وحش. اوكي شت، تقدر تسلق على التنين. اوه طريقي من هان. هذاك لسه بالحك فيي حاسس. اوكي يا اكيد طريقي من هان. خليني اشرب بالمناسبة، بعرف كعب بشرب كثير بس عشان بديش اموت. ار يو سيريس؟ جولد الرون 11، كم واحد فيه انا مش عارف. اوه هنا في وحدة، نايس. بقدر اطلع هارب؟ اوه في شجرة. اوكي معلش يا جماعة بحتاج الاشي. اي نيد ات. شكرا. راح يقتلني. اوكي مش عارف كيف ما صابني. اوكي نتسلق على الشجرة. من وين طريقي؟ من هان. ظلك راكد، لا تهتم بإشي، بس اركض. نساك حتى من الحراس، مش مهمين الحراس. اوكي هي منطقة باص، واضحة منطقة باص ولا لا؟ اوكي باص، وقت نختبر التير اش الجديدة تبعتنا.
اوه شيت. اوكي ميمي كتير، برجيك قوة، وريني قوتك. اوكي قاعد بمزح على ميمي كتير تاعي. وات ذا شيت، انا بدمجه للسما. برو قرب يموت. اوكي اوكي هاي كانت حركة غبية مني. يا ريت الميمي كتير يسوي اشي. اوكي ليه مش قاعد بيسوي ستاجر؟ اوكي الرينج عليه عالي. يفترض مات. وات ذا شيت، هذا بوس. وات ذا هيل از ذا شيت، انت متت بثواني برو. اوكي انا عندي هسه ثقة ضخمة بعد ما دمرت تدمير لهذا الشاب. هلا شباب وانا بقرأ عن القصة ما بكذب عليكم، تقريبا عرفت انه البوس الجاي، وبتمنى لو اني ما عرفت لانها كانت بتكون مفاجأة خرافية. بس ما بكذب عليكم حتى بعد ما قرأت جزء من القصة لساتني مش فاهم 100% مين هذا. هلا راح تشوفوا معي. هاي الباس وهي الشجرة، طلعوا اخيرا وصلنا الشجرة. انا قطعت هاي المنطقة بسرعة كبيرة بالمناسبة. سامنينج فعلناه، شكله في حد بيقدر يساعدنا في هالقتال. اه يب ملنا. اوه هالقتال راح يكون خرافي. طلع نقدر نشوف ايش في جوا. اه برضه كان في جليتش، اتوقع تقدر تنط لجوا الغرفة بطريقة وتخرب قتال الباص. بس ملنا طلع ماسكة داجر، يعني مش هيلر حتى، راح تقاتل. اوكي خلينا ندخل نجهز السامن. شايفينه؟ أنا شايفه. برو رجع كمان مرة. مارغريت. هلا أنا مش عارف إذا هذا مارغريت نفسه ولا أخوه التوأم ولا إشي، شكله مختلف شوي، حاسس إنه ممكن يكون أخوه. أوكي جودريك قتلناه. ميلانيا وميكلا لسه ما واجهتهم. جنرال رادان، رادان دمرته. برايتر رايكارد لسه. لونا برنسس، راني، راني الساحرة غلبناها. ويلفول تريترز، بيحكي عنهم خونة، ليش مش عارف. ذاي كايند اول اوف ا بيس. Pillagers emboldened by the flame of ambition. ولعت عصاته. اوكي هاي مش عصاي، هذا سيف. هو نفسه مارغريت ولا لا؟ هذا مورغوت. اوكي خلينا استدعي مورغوت. تمام خلينا استدعي. تمام بعدها بواجهك. ليش انا قريب منه لهالدرجة؟ اوكي مورغوت مورغوت، ليش انا كنت قريب منه لهالدرجة؟ كنت واقف هناك، كيف صرت واقف هان؟ كنت هناك. اوه شيت، طلع قد ايه بيسوي دامج الميمك. هذيك المحاولة ما بتنحسب لانهم نكلوني جنبه حرفيا، بدهم اياني كان اموت. بس هسا طالما انه عندي الباب بقدر اسوي السامن تاعي. وهذه اول محاولة، هاي بتنحسب. مش شايف قدامي، مش شايفه، قاعد برمي علي اشي؟ لا. الو شو صار؟ وين راح سيفي؟ اوكي يلا مارغريت. رموح. اوكي او ماي جاد، بدمجه كثير يا جماعه، بدمجه كثير. بيسوي بليد بالمناسبه. وات ذا شيت، ايش هذا؟ الميمك تاعي مش خايف، خش عليه وهو قاعد بمطر علينا اشياء.
أو شيت ضرب ملينا. إيش هذا؟ لا راح ينفجر راح ينفجر راح ينفجر راح ينفجر. أوكي توقعت. هاي فيز 2. حاسه بطل ياخذ دمج زي قبل، صار عنده ريزيستنس ولا اشي؟ اوكي ملينا قاعده بتموت. شت 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 شت. وات ذا ش. اوكي انا ميت. اوكي انا عايش. يا رب بس يركز على الثانيين. ملينا راح تموت. برو بيقدروا يقتلوا لحالهم. ملنا انحشرت في الزاوية. اوكي اشز يا ريت تضربه. وات مات؟ هاش يضرب الد. هذا هو؟ ملنا ماتت بس لحظة توك بقدر احكي معه؟ طلع كيف صار جسمه؟ هذا هو قتالك؟ لك عم بضحك علي. لحظة بحكي انه ولا حد راح يصير الالدن لورد، الكل راح يفشل انه يصير الدن لورد زي ما هو فشل. برو انا ما راح افشل. وين الجريس بالمناسبة؟ بجوز الجريس فوق. شت كسرت الكرسي. كان المفروض اقعد عليه. ريفيوز اول نون مي انتر ذا ادري. ما بقدر ادخل. هلا صار في جريس. اوكي ميلينا. ما قدرت ادخل. رحلة جديدة لوين؟ بدها تحرك الشجرة؟ رولد ميداليون ريد مارك واز ميد اون ذا ماب. اوكي يعني راح نروح في رحلة جديدة والهدف انه نحرك الشجرة عشان نقدر ندخلها. اوكي شباب انا مدرك اني بدوز انا قوي كثير في اللعبة حاليا، قوي زيادة عن اللزوم. هدفي الجديد هانا، محل ما حطت هي العلامة الحمراء. طب كيف بدي اوصل هناك اصلا؟ هانا؟ لانه باين زيك انه في جسر هانا. بقدر احط كل هذا الفيديو بدون قصقصه من كثر ما هو قصير. اوكي، زي ما حكيت لكم ما راح اكمل في القصه الرئيسيه هسه. راح ابلش بالقصص الجانبيه. بعرف انه في الفولكانو مانر في رايكارد. بعرف في ميلينيا في محل. بعرف في ملكاث وابصر شو ما بعرف. في عدد متوزعين. فيا هيك وصلنا لنهاية هذا المقطع. واجهت بوسين في هذا المقطع وغلبت 2 من اول محاولة. مش مهم، ان شاء الله عجبكم المقطع. لايك شير سبسكرايب وتعليق واي نصيحة ممكن تفيدني وانتماء للقناة اذا تحبوا تدعموني ماديا. ويا بس هذا هو، كان معكم ايوفو. سلام عليكم.